تشكيل جمعية اتحاد الملاك عبارة عن عملية مليئة بالتحديات، ولكن لجعل العملية أبسط وأسهل عليك اتباع التعليمات المنصوص عليها من قبل مؤسسة التنظيم العقاري والموجودة في الموقع الرسمي للمؤسسة. أيضا بإمكانك التواصل معنا لأي استفسار. هناك العديد من المهام التي يجب إنجازها للتسجيل القانوني مع مؤسسة التنظيم العقاري، بداية بإرسال الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لجميع الملاك في المبنى. تابعونا في الحلقة الجاية عشان تعرفوا تفاصيل أكثر.